സനത്താന സമാപന സമ്മേളനം ആമുഖ ഭാഷണം ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ പണ്ഡിതൻ ഷെയ്ഖ് ഇസ്മായിൽ ബിൻ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാദിഖ്. കലിമത്തുൻ ഖയ്യിമ മിൻ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് യൂസഫ് ഇസ്മായിൽ മുഹമ്മദ് സ്വാദിഖ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ. The pre-opening talks begins with Sheikh Ismail bin Sheikh Muhammad Sadiq. He is a leading scholar from Uzbekistan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. أصحاب الفضيلة العلماء أيها الحفل الكريم الحضور الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستهل كلمتي بتوجيه التحية والتقدير والشكر للشيخ أبي بكر أحمد ونجله الكريم الشيخ محمد عبد الحكيم حفظهما الله تعالى لدعوتهما إيانا إلى هذا المؤتمر المبارك الذي عقد بمناسبة مرور 40 عاماً لتأسيس مركز الثقافة السنية الإسلامية. وأرحب بالعلماء والأفاضل والضيوف المحترمين، وطيبتم وطاب مسعاكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أيها الإخوة الكرام، كما تعلمون أن والدنا الشيخ محمد صادق محمد يوسف قد زار بلادكم قبل 3 سنين، وزار مركزكم، وعندما رجع إلى بلدنا كان ساراً وحافلاً بالانطباعات الجميلة. وبعد عودته من السفر اجتمع مع طلبته وحكى لنا متحمساً عن المركز الثقافة السنية وناشاطاته المختلفة الواسعة وإقبال الشعب على الإسلام وتمسكهم المنهج المتوسط. وحينها حصلنا على المعلومات الجديدة عن الإسلام والمسلمين في جنوب الهند ونشاط مركزكم المبارك في سبيل خدمة دين الله تعالى. وكان قدر الله سبحانه أن قبض شيخنا شيخ محمد صادق محمد يوسف بعد زيارة بلدكم بمدة يسيرة، رحم الله شيخنا رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وفي السنة الماضية دعانا الشيخ محمد عبد الحكيم لزيارة المركز لترسيخ الأخوة والعلاقات بيننا، وتشرفنا بزيارة الشيخ أبي بكر أحمد حفظه الله ومركز الثقافة السنية الإسلامية، وتعرفنا على نشاطاته المتنوعة. وها نحن اليوم جئنا لهذا المركز المبارك مرة أخرى ملبياً دعوة الشيخ أبي بكر أحمد حفظه الله للمشاركة في فعاليات المؤتمر اليوبيل الروبي لجامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية، وأنتهز الفرصة لإيصال أحر التهاني والتبريكات لجماعة مركز الثقافة السنية وجميع الموظفين والمسؤولين فيه، وخاصة لرئيس ومؤسس المركز الشيخ أبي بكر أحمد حفظه الله، نيابة عن الدار الهلال للطباعة والنشر والتوزيع، وعن إخوانكم المسلمين في أوزبكستان. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في نشاطات هذا المركز المبارك الذي يحتضن العلماء الكبار والنوابغ، ويديم عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. وأدعو الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية لجميع المدرسين وأهل العلم الذين يبذلون جهودهم في سبيل إعزاز دين الله عز وجل، وجميع الموظفين والطلبة بهذا المركز المرموق.
ونرجو الله تعالى أن يجعل هذا المركز قبة العلم والمعرفة إلى قيام الساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.